ننتظر النتيجة النهائية لدرجة الخط والتحكيم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا ومستمعينا الكرام، إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة، وانطلاقة جديدة، انطلاقة شوطنا التاسع في هذه اللحظات الخاص بالثنايا الابكار المحليات. نتابع هذه الاسماء ونتابع هذه الشعارات وانطلاقة الشوط باعداده الجميلة، وهناك الشعارات المتنافسة في هذه اللحظات. نتابع انطلاقة الشوط والمركز الاول، انتباه حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي على المركز الاول، هناك وعلى صدارة الشوط في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني، شوف هذا الشعار المجازف يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. على المركز الثاني شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري القادم مع الضبي في هذه اللحظات. على المركز الثاني يتجاوز إلى مقدمة الشوط، بينما الشعار القادم، شوف هذا شعار بالصلف يقترب مع مذخورة خليفة بن محمد بن شاهين بالصلف المرر، يتقدم ويندفع في هذه اللحظات. وشعار بالعوضي في هذه الانطلاقة. أتابع في هذه اللحظات، أتابع الانطلاق، وفي هذه اللحظات تصلنا النتيجة النهائية لشوطنا الماضي، هناك حيث حل بالمركز الأول، هناك بعد التأكد بانطلاقة سياف بالمركز الأول، معيض بن محمد بن مانع اليامي بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 13 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. بينما اللي حل بالمركز الثاني هو شعار باللفجح مع النمر على المركز الثاني، هادي بسالم بن راشد باللفجح المري حل ثانيا في هذه اللحظات. هناك وأتابع الأسماء، هناك هناك بانطلاقة هذه الأسماء، ونعود إلى شوطنا وانطلاقة الشوط. أتابع المركز الأول من جديد، أتابع صدارة الشوط، شعار المجازف، شعار المجازف في هذه اللحظات ينطلق مع الظبي على المقدمة وعلى الصدارة وعلى الانطلاق الأول في هذه اللحظات. بينما اللي قاد مع المركز الثاني، أجد وأتابع انطلاقة زعفرانة سلطان بن راشد بن محمد الهاجري يقترب على المركز الثاني، والمركز الثالث من حاف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم بانطلاقة من حاف وبحضوري من حاف في هذه اللحظات. أتابع الأسماء التي بدأت بالهجوم، المركز الرابع هذا شعار بندليوي يتحرك على المركز الرابع من الجانب الأيمن بانطلاقة وبحضور وباندفاع جميل، يتحرك في هذه الأثناء وبهذا الانطلاق الجميل. شعار بندليوي حاضر وبكل قوة بهذا المستوى وبهذا الانطلاق والتحدي الجميل مع ميعاد سعيد بن سهيل بندليوي الاكتبي والمركز الخامس. شوف التحرك والانطلاق من الخفيفة، جمعة بن قطامي بن سعيد الخيالي يتحرك هو الآخر وينطلق على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس أحد الشعارات الاقتصادية قادمة من الجانب الأيمن في هذه الأثناء. والمركز السابع، المركز السابع، شوف التقدم من دغشة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة هو المتجاوز على المركز السابع. والمركز الثامن هذا شعار بالعوضي يقترب في هذه اللحظات، أو هناك شعار بن غصنة ينطلق في هذه اللحظات مع نوف صالح بن حمد بن سعيد بن غصنة، يتحرك العامري، ينطلق العامري في هذه الأثناء. وأتابع تحرك الظفرة محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري قادم وبكل قوة وانتباه حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي، وشعار بالصلف أيضا يتواجد في هذه الانطلاق
الفارق مع مذخورة خليفة بن محمد بن شاهين. المرر يقترب وينطلق بشعاره وبانطلاقته في هذه اللحظات، هناك يتجاوز على المركز التاسع والمركز العاشر وصولي وانطلاقة سمحة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. ولكن وين؟ أعود إلى مقدمة شوط، أعود إلى صدارة شوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحدي الأول، إلى شعار المجازف المنطلق بهذا الانطلاق على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. يقدم لنا الظبي، يقدم لنا الظبي المجازف وشعاره الكبير والمثير. بينما المركز الثاني، شوف شعار بن حلوة قادم في هذه اللحظات، قادم شعار بن حلوة بانطلاقة دغشة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة وشعار محمد بن عتيق بن زيتون. المهير الذي ما زال فارضا للسيطرة على المركز الأول وشعار بن حلوة على المركز الثاني. المركز الثالث زعفرانة سلطان بن راشد بن محمد الهاجري على المركز الثالث. والمركز الرابع شعار بن حمودة مع الظهرة محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الرابع، يتجاوز وينطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الخامس، شوف التقدم والانطلاق والحضور والاندفاع من انتباه حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي على المركز الخامس. والمركز السادس، يا سلام على هذا التقدم من ميراج مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي. أول نداء لميراج ولانطلاقة ميراج في هذه اللحظات، والتجاوز من الجانب الأيمن، وصل شعار الخبير ليتقدم ولينطلق مع منحاف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يتجاوز على المركز الخامس. المركز السادس، شعار بن غصن ما زال حاضرا بانطلاقته وبحضور نوف صالح بن حمد بن سعيد بن غصن، والتجاوز في هذه اللحظات. والانطلاقة في هذه الأثناء هي انطلاقة الخفيفة جمعة بن قطامي بن سعيد الخيل يقترب، وشعار بن دلاوي من الزاوية اليمنى من الزاوية الصعبة ينطلق في هذه اللحظات ويتحرك مع ميعاد سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي، ينطلق بشعاره ويندفع بهذا المستوى وبهذا الأداء الكبير. يا تحديات الأسماء، يا انطلاقات الأسماء، هناك مع الشعارات الحاضرة على المراكز الأمامية. ولكن شوف التحدي، شوف الانطلاقة، شوف الاندفاع. الظفرة يا الظفرة يا الظفرة، الظفرة على المركز الأول، الظفرة على صدارة الشوط بمستوى جميل بانطلاقة رائعة. تتقدم الظفرة وتنطلق في هذه اللحظات بهذا المستوى وبهذا الشعار الكبير. محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يندفع بشعار الاقتصادي، أحد الشعارات الكبيرة، أحد الأسماء المميزة، ينطلق على مقدمة شوط. بدأ ينفرد وبدأ يتحرك شعار الظاهري على المركز الأول. الدور دور اللي على المركز الثاني، أتابع الظبي، الظبي على المركز الثاني، المجازف حاضر محمد بن عتيق بن زيتون، المهيري قادما على المركز الثاني. والمركز الثالث انطلاقة الخفيفة جمعة بن قطامي بن سعيد الخيلي على المركز الثالث. والأسماء بدأت بالهجوم في هذه اللحظات، بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات، الأسماء القادمة وبكل قوة وصلت هناك وانطلقت الشعارات. شوف القادمة زعفرانة سلطان بن راشد بن محمد الهاجري، والقادمة في هذه اللحظات العاند حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وشعار بن دلاوي من الجانب الأيمن ينطلق في هذه اللحظات مع ميعاد. وتقدمات وانطلاقة ميراج مبارك بن سالم بن مبارك الشمسي، يا سلام، شوف شعار سفير الأصالة قادم، شعار الدكتور قادم في هذه الأثناء بانطلاقة شموخ، شعار الدكتور راشد بن حمد بن زهنة الأحفاري الأحفاري. ولكن وين؟ وين
يا الظاهري وين على المقدمة وعلى الفوز وعلى الانتصار، شعار دائما حاضر هذا الشعار، شعار الظاهري بانطلاقات بن حمودة، بحضور بن حمودة، الظفرة يا الظفرة يا الظفرة، انطلق إلى الفوز، إلى الانتصار، إلى الناموس، إلى النقطة الغالية والثمينة مع هذا الشعار الكبير، شعار بن حمودة. ولكن بن دليوي وصلكم يا اخواني الراعي الوسمية، بدأ يتحرك في هذه اللحظات مع ميعاد سعيد بن سهيل بن دليوي، الاكتبي خطير يا اخواني، والمركز الثالث تقدمت هملولة، سعيد بن خلفان بن مصبح بن رزي، الشمسي على المركز الثالث والمركز الرابع لخفيفة قادمة في هذه اللحظات على المركز الثالث، ولكن شوف الانطلاق والتحدي وشعار بن حمودة على المركز الأول، شعار بن حمودة على صدارة الشوط، روح يا بن حمودة روح، 500 متر أخيرة، 500 متر خطيرة، يا راعي الظفرة، يا راعي الظفرة، الأمتار النهائية، الأمتار الحرجة والكبيرة، وبن دليوي على المركز الثاني يهاجم مع ميعاد وظفرة بن حمودة، الظفرة 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 الظفرة، ميعاد 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 ميعاد، بن دليوي بن دليوي بن دليوي والظفرة، الظفرة وبن دليوي على المركز الأول على الانطلاق، بن دليوي غير بالامتار النهائيه، بن دليوي راعي الوسميه حضر بميعاد، سلامي على هذا المستوى، سلامي على هذا الاداء، سلامي على هذا العرض، سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي تستاهل الناموس يا راعي ميعاد، هذا الفوز وهذا الانطلاق الجميل، ناموس لا يخفى على هذا الشعار الكبير، شعارك يا بن دليوي، تهاني نوال في مبروك، المركز الثاني الظفره، من قدمت مستوى واداء كبيرا، حضرت بشعار محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري على المركز الثاني، المركز الثالث في هذه اللحظات، وتابع الانطلاق، وتابع المركز الثالث في هذه اللحظات اللي حضرت هناك انطلاقتي وحضور اللي على المركز الثالث، كانت هنالك هملوله سعيد بن خلفان بن مصبح بن رزي الشامسي والمركز الرابع، وتابع الظبي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الرابع والمركز الخامس، هناك اشوف الانطلاقه على المركز الخامس الخفيفه جمعه بن قطامي، هناك اللي على المركز الخامس كانت الخفيفه جمعه بن قطامي بن سعيد الخيالي، والتوقيت الزمني في هذه اللحظات 13 دقيقة 11 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية كان هو توقيت ميعاد سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا والناموس على هذا الانتصار يا بن دليوي، المركز الثاني 13 دقيقة 13 ثانية، خمس أجزاء من الثانية اللي حلت بالمركز الثاني وقدمت مستوى كبير جدا الظفرة حتى اللحظات الأخيرة بحضور مشرف وكبير، 13 دقيقة 13 ثانية، خمس أجزاء من الثانية كان شعار بن حمودة حاضرا مع الظفرة ومحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الثاني والمركز الثالث، 13 دقيقة 14 ثانية، ست أجزاء من الثانية اللي كانت على المركز الثالث في هذه اللحظات، وانطلاقتها كانت هملولة بشعار سعيد بن خلفان بن مصبح بن رزي الشامسي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.